شلون راح تطلع انجي؟ في واحد حمل الشغلة. منيح كتير. التغى كاتب الكتاب لكان اسمح لي. بس انا ما قلت انه التغى. وليش العجلة معلم لحتى تكتب كتابك بهالسرعة وبالسجن؟ بلا ما نأجله لبكرة. معك حق معلم. خلي قلب انجي مرتاح على الاخر. ميماتي؟ برأيك اللي عم اعمله صح؟ معلم شغلة القلب ما فيها صح إلا ما يجي شي يوم وترتكب غلط. يلا إن شاء الله ألف مبروك عليك. مرت أخونا طالعة من السجن. شلون رح تقدر تطلع؟ بالطريقة التقليدية. في واحد رح يشيل الجريمة. سمعت هالشي جوا؟ لا والله اتصلوا فيني من المخابرات. طبعا سمعت من جوا. منين بدي اسمع لكان؟ عبد الحي وين شردت؟ ماشي. كنتوا رفقات كثير انت وحميد ما؟ مثل ما كنا انا وياك. راح واحد اكتع وبقي واحد. مشان هيك لازم تعرف قيمتي. لك انت رح تصير رجال. بس انا مالي ذنب بشي. عم يضغطوا على امك وانت ما عم تفهم. اوعك تبلش تبكي. امك ما بكت حتى وقت ولدتك ما بكت. مفكر مالي اعداء غير بالجمهورية التركية؟ مالي اعداء جوات المنظمة؟ غير هيك حكم استخدام مصاري المنظمة هو الموت. انت قتلت امك وقتلت حالك بقصصك. إذا بدك تنقتلي مشان قرشين، ليش لسه قاعدة بالمنظمة؟ ما فينا نعيش برات المنظمة؟ أنا هون منشان شعبي. أي شعب؟ هذا حكي فاضي، أنت هون مشان حالك وأنت بتعرفي هذا الشيء. ما تكذبي علي. ما بدك كذب عليك؟ تصير رجال لكان ولا تبهدلنا، أنا هون حتى تكون صاحب كل شيء بتملكه. روح وحل شغلة الزلمة. وما بدي حدا يسمع باللي صار. أنا بعرف أي شغلة رح حلها. شغلة زازا شغلتي أنا، لا تتدخل. وهلأ عمل اللي قلته. جيت على طلبك. شو الأخبار؟ كلنا بقينا معلقين. إرسوي راح والبير راح وحميد راح ونحن صرنا على الأرض مكشوفين والمنظمة عم تلاحقنا. لهيك عم فكر اهرب برات البلد. اوعك برات البلد بيقتلوك. أحسن شيء لك إنك تفوت على السجن فترة. أنا ما بقدر أدخل على السجن. مو لمدة طويلة، سنة واحدة لبين ما يهدى الجو شوي. أخي خدنا لعندك. مين منكم بدي أخذ؟ تعمل اللي عم قلك عليه. أمرني أخي. بكرة رح تطلع إنجي تتر أغلو من السجن. حاول تخلص عليها بطريقة مناسبة. بس أخي بهي ما بيحكموني أقل من 30 سنة. لك أنا ما عم قلك ارتكب جريمة. عمل حادث، خلي فرامات السيارة ما تلقط. أوه
قد ما شكرتك قليل يا رفيق. شو هالحكي يا فرات؟ أنا ممنون لك كتير. اسمح لي أخذك مشوار لأبسطك. لا ممنوع، ما بقدر أعمل هيك شيء. ممنوع؟ المنع مو على كل الناس، ما في شيء ممنوع. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا سيادة المدير، بدي أتشكرك على اهتمامك. شو هالحكي؟ تفضلوا. أهلا وسهلا، رح أطلب لكم شاي فورا. مأزون الزواج وصل هلأ، ورح أبعت للست إنجي.